كما أكد إمام وخطيب المسجد الحرام خلال خطبة عرفة على اغتنام هذا اليوم الفضيل اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند وقوفه بعرفة في الذكر الكثير والدعاء للنفس ولجميع المسلمين والمسلمات. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا ليكون ذلك معينا له على الذكر والدعاء، وقد وقف صلى الله عليه وسلم يذكر الله في عرفة ويدعوه، فاقتدوا به صلى الله عليه وسلم. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ادعوا الله لأنفسكم ولوالديكم ولمن له صلة بكم، فمن دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك الموكل به آمين ولك بمثل. وادعوا لإخواننا في فلسطين الذين مسهم الضر وتألموا من أذى عدوهم سفكاً للدماء وإفساداً في البلاد ومنعاً من ورود ما يحتاجون إليه من طعام ودواء وغذاء وكساء. لا تعلمون.